مزيان بلي مزيان بلي كتب مزيان مزيان على حساب السوق دابا بلي مزيان كتب مزيان الله يبارك فيك النهار ديال دير 40 ما كاينش 40 حساب السوق حنا تابعين الصبر يعني 40 ما تخرجكش لا هادو انا كنسول انا 40 هذه سوم شي 40 لا سوم 40 40 لا لا هذا ما عرفت حاجه هذا من كيشتري الدجاج هذا كيصعب هذا الدجاج لا لا كدوي وشحال طالبته شحال يصوبوا معاه؟ اليوم ربحكم 34 ما كاينش. قلنا قال لك 34 راه 34 قال لك ما كاينش. هنا اللي غيصوبوا. 30 ما مقناش. علاش قال لك ما مقناش؟ مرحبا مرحبا نبغى شي حاجة مرحبا الناس كلشي تعيد لها. كلشي تعيد لها. كلشي موجود حولي. هذا هو كل شيء والله تمام كاين بنادم راه معلف فهمتي كاين السياره شويه عنده زوله بنادم معلفهم كرفس كاين المليح يعني 30 ما مخرجاكش 30 مليح شويه 30 30 الله يربح 30 هادو شنو المرقد هذا؟ المرقد ديالهم بالموس بالموس ناوي حفريم ناوي حفريم يا حرام هادي خريبة الحي وبالنسبة لهادي هادي شباعات هادي راه شباعات لا ميسر قال لك مبغاش يقول لنا بشحال أولا 86 جملة 86 جملة السلام عليكم كدا خويا نور الدين الله يحفظك اللهم بارك بالنسبة هنا شحال الثمن؟ الثمن خويا كي عطاونا فيها 86 هادي عطيناهم 86 هنايا 90000 شحال طالب في هذا؟ هذا قال لي 110 110 هادو هنا كاين الثنايا ياك؟ كاين سنا الحليب كاين هنا كاين سنا الحليب وكاين الثنين بالنسبة لهذا اللي طالب فيه 110 هذا ثني سلام عليك يا قلت لي كل شيء عايد هذا العام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل شيء بالنسبه للمرقد اخويا نور الدين ولاد المراه سيدي حجاج سيدي حجاج مبارك اللي بغى شي حاجه مرحبا اش خلينا النمره اخويا نور الدين يعني اللي بغى شي حاجه السوق غدا ان شاء الله خميس خميس مديون ان شاء الله لا طال عمرك اللي طول الله في الامر واش بارك الله السلام اللهم بارك اللهم يسر اللهم امين الله يبارك لك هذا الدجاج هذا جديد في السن سداسي 86 شحال تقول 90 راه مليح اللهم بارك راه تبارك الله راه احنا راضيين انت راه ماطلين مع وادينا هذا في حال ياك ماشي يا الذبيحه انت قول لي انت ديال الذبيحه ياك ده حولي ديال هذا وبالنسبه لهذا هذا اللي من هنا هو اللي من هنا هذاك 86 هذا معطيه 86 شحال طالب فيه؟ 96 هادو راه تقاد وحدة هذا لمين؟ هذا الصوربين هذا سنا الحليب ياك بين سنا الحليب وهذا؟
هذا عنده رجل عوجه، يعني هذا الدبي هذا ماشي الليل. هذا راه السين. كيبقى بزاف هذا. لا اللي باغي يذبح ولا. اللهم يسر على هنا. هذا مرة واكل شوية لسا. بالنسبة 45 اخويا عطاوك 45. عطاني 45 شحال طالب؟ 54. 8. وبالنسبة للفرادي بحال هذا؟ 60 60 طلع شي قال شي حاجة. كاين أغلب مارك فيه غير كسابية وفيها العارفة. يعني فيها فيها كسابية وفيها العارفة. بالنسبة للثمن كيبان لي شوية زيد عليها. ما زيد كاع الثمن، الثمن أخر هو 30 شوية. لا ما كندويش أنا على الكساب، قلت لك زعما كاين زيد على العام اللي فات. وراه زيد زيد العارفة. يعني راه الكساب تاهو زيد عليه العارفة. قاعد قاعد. شحال تقريبا زيد هذا العام؟ الحوله على الناس ما زيد زيد فلوس على هي اللي زايده في حدا من فلوس الف زيد 600 درهم ولا 700 ديال الالف هي اللي زايده درهم في الحوله ها سمعنا كنا قالكم زيد 600 ولا 700 درهم في الحوله شي واحدين قالوا شي 1000 درهم زايد زياده هذا راه خداه السيد هذا تالين تي خدي شي 90 هذا راه خداه السيد 90 السلام عليكم كبيرة أم غير هنا شحال طالب هنا؟ 54 هنا طالب 54 ما عطاو شي حاجة؟ شحال عطيه منك هنا؟ 54 كطفي شحال عطاوك قلت شي اللي عطاوك؟ لا واش كاين بزوج هذه جملة كيتباع الواحد جوج يعني بعت شي خوتة خوتة بشحال تباعو؟ لا ما بعتش خوتة بعت هذوك كبار منهم هذوك كبار منهم مزيانين الحاجة مزيانة سلعة نقية سلعة نقية شمن من مرقد هذا؟ لا صوف لا والو قصبه تشاد بالنسبه لهادو اللي في كامي اللي في هما ديال ولي هذا شحال هادو تباعو ام ويسر هذا نعرفو شحال تباع ولا ماشي مشكل شحال تباع هذا 53 53 مشوار الله دور 53 تباع والله يبارك هادو 53 باش دازو مدرو دازو 53 احنا مزيان نوريو المواطنين الثمن ما باش يعرفوا المواطنين الثمن عرف بنادم الثمن وعرف واش تحضروا من جوبنا ولا حنا كنديروا حنا الثمن ديال السوق شوف دير الثمن عرف السوق كيفاش دير 40 ما كاينش 40 حسب السوق حنا تابعين السوق يعني 40 ما تخرجكش لا هادو انا كنسول انا 40 هادي سوم شي 40 لا سوم 40 40 لا لا هذا ما عرفت حاجه هذا منو كيشتي هذا كيصعب هذا الدجاج لا لا كندوي كيقول لك السوم ديال هذه 40 هذيك انا ما كندوي انا كندوي في الواقع هذه ب 40 قلت هذا 40 40 هذه يعني هذا ما عرفت حاجه مركي هذاك الدجاج كيصحاب هذا الدجاج لا شري والبيه راه غاليه ها واحد عاطيه 80 فرير راه صبروا ايه راه ملي حاجه كبيره شحال طالب 54 54 40 واش هو اغلى من 40 هاي كيما قال 40 هذيك كيما قال 50 هو دايرها يا ما بغيتش تعاون درويش تعاون ايوا عطيك شويه لا في درويش نعاون حتى دابا خو دير هذاك الرامي خو دير الفهيمه سي الله ما يسير كنت شاري دابا نبيع لك على الان الله ما يسير الله يسخر الله يهديك 64 انت طالب 64 ياك 64 شحال عطاوك؟ ما عطاوش باقي ما عطاوش
هادي فيها هادي ديال البيسلير هادي ديال شنو داير كلشي سنان فيه كلشي سنان هذاك وقال لي من ليلة اثنين لا لا كلهم سنان كلهم سنان دور 64 يقول اللهم يسر اخي يا سخا الله يسخا خويا ولاد سعيد هادو ولاد سعيد هما شحال الثمن ديالهم؟ 86 86 وفرادي فرادي يا خويا 92 عطينك شي ولا؟ كلش هكا على دلو هنا يا علي 88 هذا اللي هنا وهذا اللي هنا نص هنا كاين اثنين سنة الحليب واثنين بالنسبة للرقم تخلينا الرقم ولا اللي بغا شي حاجة السوق ها 06 76 30 84 46 ولا سيد شد لنا شي حاجه الله يحفظك هذاك نيشا تولي ديك هو مشوار طويل بالنسبه لهذا الثمن هذا هو الكبير وقع لا قول لي هذا هو سنا الحليب كاين شي واحد تابعو ولا هذا اللي كيبان لي انا راه هي كامله السلعه واحده اي بحال خويا هي سلعه واحده اش واش هذا ما بغيت هذا شي هذا تمام هذا مستر اللهم يسر اخي الله يحفظك الله يسخا هذا راه قال لك هذه شحال عطيناك هنا عطاك 68 شحال طالب واش كتقول شي طالب 68 قلت لي ما عطاوكش باقي ما عطاوكش ما عطاوش هذا راه 68 ديتي والو انا 68 شي على شي ياك وبالنسبه للفرادي فرادي 72 كان هنا فرادي 72 هنا 68 وبالنسبه للواحد 72 شو من مرقد هذا؟ قيس دور من قيس اللهم يسر بالنسبة لهذو راه خوت هذوك راه هما هذو تما راه 64 هذو راه جماعة قيسر 64 جميع بالنسبة للفرادي هنا شحال؟ الفرادي خويا 70 كنضربو 70 هنا الفرادي 70 كل سنة الحليب دور كلهم سنان حليب قيسر هادو ياك هادو مرقد قيسر تمام بس و 70 الفراد دابا عزيز الفراد 70 السلاية هادي السوق راه قدر يرخاص دابا السوق ما تحكمش عليهم دابا قدر يطيح السوق ياك ولا قاشا يطيح دبس يعني نهار الاخر يقدر يطلع يقدر يهبط دابا قال لك راه ما كاينش نقصان اللهم يسر بالنسبه لهادو راه طالب فيهم مولاهم 50 راه كيقولوا 50 وان شاء الله راه كيبان ليا بنادم ما يزربش يعني راه باقي السوق ان شاء الله يطيح هادو راه طالب فيهم مولاهم 50 راه كيما كتشوفوا راه صغار واحد شويه 50 راه كيقول جمله ايوه
دوك 350 50 وهادو عطينا 25 هادو عطينا 25 شحال طلع فيهم؟ هنا مصور شويه حاول يا فيلاي ولا قول لهم مصور شويه سير شويه هادو قال لك عطينا 25 بالنسبة لهادو؟ هادو راه 90 90 كدوا عليهم بجوج ياك؟ بجوج 45 45 عطيناه جمعت فوق وانت شحال طالب؟ انا طالب 110 55 الواحد عاطت 45 الواحد تسمى زوانا تبارك الله رسل الحليب بجوج اشوار لما يسير اخي وخلع يا اخوي لحظتك هذا راه عطينا 72 شحال طالب فيه انت؟ طالب 80 هذا شمن مرقد قلت شي؟ ولا 90 جمعت كوك لما يسير اخويا تبارك الله عليك سكران ولا ما سكران؟ هذا هو هذا لما يسير بالنسبه لهذا راه قال لك عطيني 46 هو طالب فيهم 54 كاين هادو وكاين هادو المهم هادو راه عاطينو 40 هادو فات هادو هادو 40 هادو راه كيقول 40 وعبد الرحيم هادشي راه كيدوي كيدوي جمله يعني هادو راه اشمينه ديال كلشي يعني ياخذوا كلشي وبالنسبه للفراد يا نبيل نبيل اللي بغى واحد هنا هنا بحال بحال وهنايا هنا هنا شحال نبيل هنا شحال هادشي 40 هادي 40 هي كتبقى 40 اللي بغى نقادو معاك يعني اللي بغى راه كاين ميت قاد هادو مرقد منين؟ ها؟ مرقد منين؟ هادو سلعة ديال البروش هادو البروش